راح اشوفكم يا عمري اليوم شنو اشتريت مسواك. للصراحة تعبت كل شيء هواي وتاخر الوقت، ما ادري اذا حنسوي غدا او لا. يلا نبلش. انا كلش احب كوفي محمود فاشتريت كوفي محمود. هنا عندنا برتقال صغار، هنا عندنا كيوي، وهنا عندنا فلفل احتاجه كلش. هنا اسوي عصير بالفراوله، وهنا عندي عنب، عصير العنب كلش طيب. وهنا عندي تبع الكوفي، وهنا عندنا بروكلي همين اطبخه كلش استفاد من عنده. وهنا عندنا رمان ويا السلطه، وهنا عندنا خس على مود اسوي سلطه، وهنا عندنا فطر على مود هذا فطر صغار وكبار كلش طيب ويا الكريمه ويا الدجاج. هنا عندي جوز هند حبيت انه اشتريها، وهنا عندي زهرة نسيت اسمها، هنا عندي برتقال، وهنا اشتريت حليب لان هم خلصان عندي. وهاي يعني بس نبلش نطبخ ولا ما بينا حال اليوم نطبخ. هنا عندنا بصل اخضر همينة، واشتريت دجاج عشان اسوي كريمة اليوم بالدجاج والفطر.